عقد معهد بحوث وقاية نباتات التابع لمركز البحوث الزراعية مؤتمره الدولي السادس تحت عنوان الآفاق المستقبلية لوقاية النباتات بحضور عدد كبير من العلماء والباحثين في هذا المجال. إن المؤتمر جاي في وقته، وخاصة إن الفترة اللي فاتت كانت فترة كورونا، كانت الدنيا مقفولة الحقيقة، وما كانش فيها أي لقاءات بين العلميين والباحثين. بنقول ليه في وقته؟ لأن التغيرات المناخية هيتبعها استحداث آفات وأمراض لم تكن موجودة من قبل، وبعض الأمراض اللي كان بننظر لها على أنها أمراض سنوية هتبقى أمراض رئيسية. في تحديات كمان موجودة بالنسبة للعلمين في الوقت الحالي، اللي هي الآفات اللي استراتيجية وزارة الزراعة دلوقتي بتوجه نحو مكافحة هذه الآفات، وخاصة ده بيلقي العبء على كاهل الباحثين، على رأسها طبعا دودة الحشد وما تمثله من خطورة، وديت من الآفات الغازية المفروض ان ما كانتش موجودة في القارة الإفريقية كلها. سوسة النخيل وبتأثر على صادراتنا دلوقتي وعلى ثروتنا من النخيل، وخاصة ان في مشروع قومي دلوقتي للتوسع في زراعة النخيل، فلابد يكون في حد ليها وانها تقف هذه الآفة. الأمر الثالث ذبابة الفاكهة، وطبعا احنا دلوقتي بندخل 150 دولة بأكثر من 350 منتج زراعي سواء مصنع او غير مصنع، لازم يكون لها حل. وكل دي تحديات في جانب. التحدي الآخر الحد من استخدام المبيدات، وخاصة أن بعض الدول هتبقى اشتراطاتها نبقى زيرو مبيدات. الكلمة دي احنا بنقولها كلمة سهلة، ولكن من الناحية العلمية والتطبيقية الأمر ليس بالأمر السهل، ولكن محتاجة جهد كبير من الباحثين، محتاجة التركيز، محتاجة البحوث التطبيقية اللي تصب في صالح المزارع وفي حقل المزارع ويحس بيها القاصي والداني، محتاجة الاستعداد على كل الكفاءات البحثية سواء كان في الأقسام الإنتاجية أو المربيين أو الآفات أو وقاية النباتات أمراض النباتات. لازم يبقى في جزرنج لكل الإفورت دي عشان خاطر نقول التحديات المناخية بما تسفر عنه، سواء كان تحدي مائي، تحدي مناخي، ارتفاع في درجات الحرارة، استحداث في آفات، إن في هنا الباحثين موجودين والإنجازات البحثية موجودة. وده لو بصيت أنت حضرتك رجعت ورا زي ما شفنا كده في الفيلم التسجيلي اللي اتعرض، كان عندنا إنتاجياتنا كانت كام ودلوقتي بقت كام؟ أنت كنت بتتكلم على طن إنتاجية من القمح، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الجهد البحثي والعلمي وزارة الزراعة بتتكلم على 3 طن دلوقتي إنتاجنا من القمح. الذرة كنت بتكلم على كام؟ طن ونص، النهارده بتكلم 3.5 طن، ده بتكلم عن متوسط عام جمهورية. ولكن لما تيجي تبص على السعة الإنتاجية لبعض الهجن والأصناف الموجودة لا أعلى من كده. فإحنا محتاجين المزيد اللي هو نرجع للفرق البحثية والعمل البحثي الجماعي اللي هو وقاية النباتات أمراض النباتات مع مربي النبات، عشان خاطر نطلع الآخر بمنتج يجابه كل التغيرات الموجودة وكل التحديات الموجودة في الأرض المصرية. البرلمان والقيادة السياسية ممثلة في فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، وما الحقيقة ما يقدمه من دعم لقطاع الزراعة، المتابعة المستمرة لمعالي وزير الزراعة في الوقت الحالي، خلي بالك قطاع الزراعة مش هنقول أقول كل القطاعات بتحسده في الوقت الحالي على الدعم اللي بياخده من القيادة السياسية. في حركة سريعة في البلد، في توسعات أفقي ورأسي في كل المجالات، في متابعة دقيقة مع الوزير الزراعة. كنا نبص لقانون الزراعة، قانون الزراعة ما تغيرش، معناها إيه؟ معناها أن العالم كله بتغير في الوقت الحالي، ففي قوانين لازم تتغير ومنها قانون الزراعة. طيب سلامة المواطن وسلامة الأغذية جت منين؟ زي ما قلنا النهاردة احنا صادراتنا حاليا وصلت 5 مليون طن في الأسواق العالمية. طب احنا وصلنا لهذا الرقم ازاي؟ لما اقول 5 مليون طن يعني انا بتكلم عن اكتر من 32 مليار جنيه مصري، معايا حضرتك؟ يعني بنتخطى ل 2 مليار دولار. لما انا بتكلم على هذا الرقم ليه وصلنا ليه وليه صادراتنا وصلت، دليل على ان احنا طبقنا المواصفات اللي بتطلبها الأسواق الخارجية والأسواق العالمية. طب سيادة الرئيس قال إيه؟ وزير الزراعة قال إيه؟ معالي الوزير سيادة الرئيس قال لك صحة المواطن المصري، يبقى سلامة الغذاء في الداخل والخارج، سلامة الغذاء في الأسواق الداخلية، سلامة الغذاء للسلع المصدرة. طيب في الأسواق الخارجية اللي بيتم دلوقتي بيتم عملية التتبع التريسابيليتي لتطبيق المبيدات في المزارع، وده جه من منظومة تطبيق الباركودينج، تكويد المزارع اللي هيتم فيها التصدير، والمزرعة لو مش مكودة
مش هنصدر منها. ده كخطوة أولى لتكويد كل المزارع حتى تقدر ترصد المبيدات. زي ما ذكر في الجلسة الافتتاحية، الاتجاه كله لتقليل المبيدات الكيماوية، التوسع في المبيدات الحيوية. ده ليه؟ من أجل سلامة المواطن، من أجل سلامة الغذاء، من أجل تقديم غذاء آمن. المؤتمر الدولي السادس لمعهد بحوث وقاية النباتات تحت عنوان هذه الضوء الأفاق المستقبلية لوقاية النباتات. طبعا احنا بنهتم بالصحة النباتية من أهداف المعهد الصحة النباتية. بالنسبة لمحاور المؤتمر، احنا بنتعرض وبنناقش عدد كبير من المحاور، من أهمها الآفات الغازية اللي بتصيب البلاد وبتؤثر على الإنتاج الزراعي وبتؤثر على التنمية المستدامة. أيضا بنناقش التغيرات المناخية اللي بيكون لها مردود سلبي على المحصول نتيجة إن قد تؤثر على زيادة في الآفات موجودة، أو إنها بتظهر آفات لم تكن مؤثرة، قد تكون آفات سنوية وتصبح آفات اقتصادية ولها تأثير اقتصادي. أيضا بنناقش إيه هي البدائل، المبيدات التقليدية اللي لها تأثيرات سلبية من خلال متبقيات المبيدات اللي بتبقى في المادة الغذائية. إنما إحنا حاليا بنفتح الباب وآفاق مستقبلية جديدة لنوع من المركبات الحيوية اللي بتصبح أكثر أمانا، لأن إحنا بنستهدف إنتاج غذائي وفير وآمن وصحي. أيضا الأعداء الحيوية من الطفيليات والمفترسات اللي بتتأثر بالمركبات التقليدية، إنما إحنا حاليا بنسعى إن إحنا بنعمل عملية إكسار وتنمية لهذه الأعداء الحيوية، بحيث إنها تسعى إن إحنا نكون إنها تكون بديل للمركبات التقليدية. أيضا إحنا بنناقش وسائل البيوتكنولوجي في مكافحة الآفات، بنشوف الآفات اللي هي ما بعد الحصاد واستخدام وسائل آمنة لمكافحتها. أيضا إحنا عندنا كانت حية نفع أخرى زي الحرير، زي ديدان الحرير، إحنا بننمي أو بنسعى لزيادة ثقافة إنتاج الحرير الطبيعي في مصر. أيضا إن إحنا عندنا نحل العسل، ومن الحشرات النافعة نحافظ على الطوائف نحل العسل ومنتجاته وننميها. المحاور كتيرة، وفي أكثر من 500 باحث وعالم خلال الثلاث أيام 8 جلسات علمية. إن شاء الله بإذن الله في مشاركين من الجامعات المصرية ومراكز البحوث ومن المنظمات الإيكاردا والفاو، أيضا هناك مشاركين ببحوث من دول إفريقية ودول عربية. ويناقش المؤتمر في جلساته أهمية الزراعة العضوية، والتي لها دور كبير في إنتاج حاصلات زراعية آمنة وصحية، وهو ما نجح فيه مجلس النواب من خلال إصدار القانون الخاص بالزراعة العضوية، وهو ما يمثل نقطة انطلاق للحاصلات الزراعية لزيادتها نحو الأسواق العالمية. الحقيقة الزراعة أصبحت علم لابد من استخدام كل الطرق العلمية في الزراعة، بداية من استنباط البذور الجيدة وإعداد التربة، مرورا بفترة وجود النبات في الأرض من معاملات سواء لتغذية النبات أو للوقاية أو مقاومة الأمراض اللي بتيجي للنبات، وصولا بعد كده لإن احنا نوصل لإنتاجيات عالية ومواصفات جيدة للمنتجات الزراعية. والأهم من كده وكده إن احنا لازم نحافظ على صحة المواطن، سواء المواطن المصري أو المواطن اللي بيتم تصدير الحصلات الزراعية ليه خارج حدود الوطن. الحقيقة من أهم هذه الموضوعات هي موضوع وقاية النبات والرؤية المستقبلية لهذا الأمر، خصوصا في ظل التطورات اللي بيشهدها العالم والمتغيرات الكبيرة، وخصوصا بعد جائحة كورونا اللي أكدت أن الزراعة تعتبر هي يعني أهم مقومات أي دولة. وشفنا الكلام ده يمكن في مصر، الحمد لله عدت علينا الأمور بدون أي مشكلات في توافر السلع الغذائية والمنتجات الغذائية. خلينا نتكلم عن أهمية المبيدات أو يعني المستحضرات اللي بتستخدم في وقاية النبات من الآفات أو مكافحة الآفات إذا وجدت. الاتجاه العام اللي موجود دلوقتي هو الاتجاه للمقاومة الحيوية،
ويمكن احنا يمكن كنا متواجبين مع هذا التطور العلمي في مجلس النواب، والحمد لله في الفصل التشريعي الاول اصدرنا قانون الزراعات العضويه. المقاومة الحيوية يعني الحقيقة هي بتحافظ على صحة المواطن، لأنها ما بيبقاش فيه متبقيات ضارة بالنبات أثناء يعني تناوله أو تناول المواطن للمنتجات الزراعية. لما يبقى المقاومة مقاومة حيوية ما بيكونش عندنا أي متبقيات ضارة، ما فيش فترة BHI اللي هي الفترة الفاصلة ما بين استهلاك المبيد واستخدام المنتج الزراعي. دي كلها مميزات الحقيقة هتساعدنا في إن احنا يعني نحافظ على صحة المواطن المصري، وفي نفس الوقت نزود صادراتنا للدول الأوروبية وكل دول العالم. الحقيقة اللي بيكون المقياس الأساسي في عملية الاستيراد هي إن المنتج ده منتج مطابق للمواصفات الصحية، منتج ما فيش فيه أي متبقيات مبيدات، منتج ما فيش فيه أي ضرر عن استخدامه في الغذاء بالصورة اللي تحافظ على صحة الإنسان إن شاء الله. يمكن إحنا النهاردة بتم عقد المؤتمر الدولي السادس لمعهد بحوث وقاية النباتات تحت عنوان الأفاق المستقبلية لمكافحة الآفات. يمكن زي ما حضرتك سمعت في الكلمات التي ألقيت في بداية المؤتمر أنه معهد بحوث وقاية النباتات بيعتبر من أهم المعاهد البحثية المنوط به التصدي للآفات الحشرية التي تهاجم كل المحاصيل أو كل المزروعات على سطح الكرة الأرضية في مصر. علاوة على أن المعهد الحقيقة ليه دور مهم جدا أنه هو يحافظ على الآفات بحيث ما يبقاش عندنا آفات حجرية تدخل للبيئة المصرية، ده بالتعاون مع الحجر الزراعي المصري. ما فيش شك حضرتك تعلم أنه الآفات الحشرية بتسبب خسائر كبيرة جدا لمعظم المحاصيل، يمكن تصل إلى 50-60%، وبعض الآفات بتسبب خسائر بنسبة 100%، ده معروف. يمكن الجراد على سبيل المثال، يمكن إحنا بصدد طبعا بعض الآفات الجديدة التي دخلت البيئة المصرية، يمكن على رأسها دودة الحشد الخريفية. ويمكن معهد بحوث وقاية النباتات قايم بدور كبير جدا في هذا الصدد مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بحيث إن إحنا نحاول بقدر الإمكان أن نتصدى لهذه الآفة ونحصرها في الأماكن الموجود فيها حاليا، بحيث أن هي لا تنتشر لجميع محافظات مصر. الحقيقة معهد بحوث وقاية النباتات غني عن التعريف بأقسامه المختلفة، ليه دور مهم جدا. أنا عاوز أوضح لحضرتك بصفة عامة، مركز بحوث زراعية من المراكز التي لها دور كبير جدا في النهوض بالزراعة المصرية. يمكن لولا هذا المركز كانت مصر عانت الحقيقة من أزمة في غذائها بصفة عامة. مركز بحوث زراعية المنوط به استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية. كمان مش عاوزين نغفل أنه التغيرات المناخية الموجودة حاليا لها دور كبير جدا في الفقد الحاصل في جميع المحاصيل، أيضا لانتشار بعض الآفات اللي هي لم تكن موجودة في البيئة المصرية. الحقيقة معهد بحوث وقاية النباتات له دور كبير جدا في هذا الصدد، وإحنا مستمرين في أبحاثنا اللي بتهدف في النهاية السيطرة ومكافحة الآفات المختلفة على جميع المحاصيل. ويمكن زي ما شرح أستاذنا الدكتور محمد عبد المجيد، ليست المبيدات فقط، ولكننا أيضا مهتمين بالمركبات الحيوية وهي مستقبل المكافحة، لأنه طبعا يمكن معروف أن احنا المبيدات لها بعض المخاطر وبصفة خاصة في حالة سوء الاستخدام، ده مهم. احنا عندنا الحقيقة قسم خاص بالمكافحة الحيوية موجود في معهد بحوث وقاية النباتات، وإحنا بصفة عامة كمعهد بأقسام المختلفة مهتمين بهذه النقطة بصفة خاصة، لأن هي مستقبل الزراعة المصرية الحقيقة. لأنه يمكن في المستقبل أنت مش هتقدر تصدر لو أنت استخدمت المبيدات. يمكن أحدث حاجة طبعا الزراعة العضوية، وطبعا التي أقرت اللائحة التنفيذية الخاصة بهذه الزراعة الحقيقة، ودي نقطة مهمة جدا أيضا علشان نبتعد نهائيا ليس عن المبيدات فقط، ولكن عن كل المركبات الكيماوية اللي موجودة في الزراعة، سواء كانت مبيدات، سواء كانت أسمدة، سواء كانت أي مركبات أخرى. إحنا عاوزين نتجه للطبيعة مرة أخرى ونستخدم كل ما هو مفيد في الطبيعة، وده في النهاية من أجل صحة المواطن المصري. يمكن زي ما سمعنا الدكتور محمد عبد المجيد، إحنا حتى في المبيدات لا نسعى للفاعلية العالية جدا، ولكن بيكون همنا الأول هو
الامان قبل الفاعليه. يعني انا لو عندي مبيد نسبه الاباده بتاعته او الفاعليه بتاعته 50% ولكنه امن الى حد ما، لان ما فيش امان مطلق برضو، لازم نكون عارفين ده، ما فيش امان بنسبه 100%، ومبيد اخر نسبه الاباده بتاعته 100% لكنه غير امن، طبعا احنا بنتجه للمبيدات اللي هي ممكن تكون اقل، لان احنا برضو حتة انك تتخلص من الافات الحشرية الموجودة على سطح الكرة الارضية ده غير وارد وغير موجود. احنا عاوزين نرجع تاني للطبيعة، نقلل من استخدام المبيدات الحشرية عشان نشجع الاعداء الحيوية اللي هي اوريدي موجودة في البيئة اللي ليها دور كبير جدا في التصدي للافات الحشرية. يتعاون معهد بحوث وقاية النباتات والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص لاستنباط اصناف مقاومة للامراض والحشرات، وهو ما يسهم به المعهد من خلال الدراسات والأبحاث المختلفة. يمكن التكامل بين معاهد بحوث المحاصيل، معاهد المركز المختلفة، ده حاجة مهمة جدا. احنا عشان نطلع صنف جديد لازم يختبر للأمراض وللمقاومة الحشرية. إنتاج الأصناف الجديدة ده الاستنباط ده يتم في فترات أو مراحل متعددة، أحد هذه المراحل اختباره للمقاومة للأمراض تحت اختبار ما بيسمى باختبارات الفي سي يو أو القيمة الزراعية. طبعا عشان الصنف ينزل السوق يجب أن يكون عالي الإنتاجية، أقل استهلاكا للمياه، مقاوم للأمراض، مقاوم للحشرات، يواكب التغيرات المناخية الموجودة في الفترة الحالية. طبعا التعاون مع معهد الوقاية، معهد من المعاهد ذات الصلة الوثيقة بمعهد بحوث المحاصيل في استنباط الأصناف، ومعهد شريك وضلع أساسي مع الأمراض النباتات، ومع يمكن النهاردة احنا بنتكلم على الأفاق المستقبلية واستخدام، احنا عندنا تحدي كبير في بالنسبة للمحاصيل الحقلية، دوت الحشد الخريفية أو الفول أرم وورم اللي هي دوت الحشد الجياشة اللي هي بتنتقل بسرعات رهيبة ومسافات رهيبة. يمكن هي بدأ تسجيلها ودخولها مصر تقريبا من سنتين في جنوب مصر. يمكن احنا السنة دي عندنا تجارب بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات لاختيار المبيدات والأصناف الأكثر مقاومة لهذه الحشرة الجياشة التي تسبب خسائر كبيرة على المحصول. يمكن نتائج احنا مقام هذا التجارب في محافظات في شندويل، محطة بحوث شندويل في سوهاج، وفي محطة بحوث المطعنة في الأقصر، وفي محطة بحوث في كومنبو. هذه المحطات الثلاثة هي بتمثل الصعيد، بنجرب فيها الأصناف، بنجرب فيها مواعيد زراعة والمعاملات الزراعية المؤثرة على مقاومة دودة الحشد الخريفية اللي بتمثل خطر، اللي هو العائق الرئيسي لها هو محصول الذرة الشامي. وإذا ما جاوبتوش الخطر، يمكن في كلمة رئيس المركز هو أدنا توجيهات إن إحنا حتى التجارب المقاومة يتم فرم الحطب والمخلفات الناتجة عن هذا المحصول، عن هذه التجارب، حتى لا تنتقل أطوار هذه اليرقة إلى أماكن أخرى، وبالتالي التخلص منها أولا بأول. دي أحد طرق المقاومة، طبعا مع استخدام طرق أخرى كمواعيد زراعة، كمبيدات، كتركيزات مبيدات، كأصناف جديدة وغيرها من هذه الأفكار. مشاركة قوية جدا في التنمية وصناعة المبيدات وصناعة المبيدات الحيوية، وإزاي الحفاظ على الاستثمار الزراعي في مصر، لأنه فعليا من أقوى الأزرع في الاقتصاد المصري إن ما كانش هو أقواها حقيقة. فالنهاردة لو ما كانش في مشاركة فعالة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي، سواء إذا كان القطاع الحكومي بيقوم بتيسير أعمال القطاع الخاص والمحافظة وإصدار القوانين واللوائح اللي تحافظ على حقوق القطاع الخاص، وفي نفس الوقت التنمية المستدامة والاستثمار الزراعي، وإنه يكون في أقوى صوره في الفترة الحالية وفي ظل التغير المناخي وفي ظل الأفات والحشرات اللي بتظهر حاليا، ما كانش يبقى فيه تعاون مشترك وفعال. أنا شايف إن الموضوع هيكون للأسف ليه صورة سيئة أو ليه مردود سيء في المستقبل. فاللي أنا شايفه حاليا إن اللي بيتم إن فيه مشاركة فعليا سواء ما بين القطاع الخاص وما بين القطاع الحكومي في الوصول لأحسن استثمار، لأن المستقبل الحقيقي في أن مصر تبدأ تصدر، مش بس تنتج، مش بس تستورد،
لا ده مصر لازم في الفترة اللي جاية تبدأ تصدر عشان تقليل الدولار وتقليل العملة الصعبة اللي بتخرج بره البلد. مصر مش هتتطور ومش هتنمو إلا ببداية الإنتاج الحقيقي وبعد كده بداية التصدير. كما حضر المؤتمر عدد كبير من المزارعين والذين أكدوا على أهمية الزراعة الحيوية ومقاومة الأمراض والآفات بالمبيدات الحيوية للحفاظ على إنتاج غذاء صحي وآمن للمواطن المصري. أنا طبعاً يعني عندي الزراعة دي بعشقها خالص. أنا رحت أمريكا في 96 وشفت الزراعات هناك نظامها إيه والزراعات الحيوية، ورحت الهند بحثاً عن مبيد حيوي برضو عشان كنت بزرع فراولة تصدير. قعدت 10 سنين أزرع فراولة تصدير لم يرد لي كرتونة، كنت باخد أول واحد على مستوى الجمهورية في تقنية المبيدات. أنا بقول لك رحت الهند، ويمكن الدكاترة ذكروا الهند هنا في المؤتمر إنها متقدمة. أولاً المقاومة الحيوية مهمة جداً، يعني احنا عندنا حتى الامراض اللي ماسكه الناس دي سببها المبيدات. يا ريت المبيدات دي تبقى كلها حيويه، لان النهارده انا لما اعمل مبيد حيوي حتى طعم الحاجه بيبقى كويس، حتى الامن للمواطن الفلاح. يعني الناس واخده فكره عنه ان هو مش عنده يعني استجابه، لا الفلاحين عندهم استجابه، لان ده شيء يهم بلدنا والتصدير. احنا عندنا شوف وضع كورونا واحنا بنصدر ما شاء الله علينا، يعني احنا عندنا تقنيه في الزراعه. انا شايف ان احنا في تقدم دايما للامام. يعني انا بوجه رساله لاخوات المزارعين ان احنا لازم نتوجه للمبيدات الحيويه. المبيدات الحيويه مهمه جدا ومهمه لصالح المواطنين، واحنا النهارده احنا مش اقل من الدول الاوروبيه اللي ما يصدروش حاجه منا، ياخدوش حاجه منا الا ما تبقى متحلله. احنا ليه؟ انا اتمنى كمان يكون في سوق العبور في الاسواق ال 6 اكتوبر يكون فيها معامل تحليل. تعد الآفات والحشرات الزراعية من أهم ما يمثل خطورة على الزراعة والإنتاج الزراعي، وهنا يأتي دور المكافحة العضوية، وهو ما تم مناقشته من خلال المؤتمر الخاص بوقاية النباتات والذي ينظمه معهد بحوث وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. أحمد سعيد، مصر الزراعية.